وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى ثانوي في هذه المراجعة رقم واحد بالنسبة للفصل الأول. إذن ركز معي جيدا. إذن في الفصل الأول درست عدة دروس سنتناولها إن شاء الله في هذه المراجعة الأولى والثانية بحول الله. إذن درست لو تيب دو تكست يعني أنواع النصوص، ودرست أيضا لي بروسيدي إكسبليكاتيف اللي هي الأدوات التفسيرية اللي تستعملوها في النص الشرحي. درست أيضا لو تون دومينون اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف إي سا فالور، قريت يعني الحاضر واستعمالاته. درست أيضا لا تورنور امبارسونيل يعني المنعطف الغير الشخصي، يعني ما عندوش تصريف مع الضمائر الأخرى. درسنا أيضا لا فيزي كومينيكاتيف اللي هي نية الكاتب أو هدف الكاتب من النص. درسنا أيضا ديسكور أوبجيكتيف يعني غياب الكاتب، لوتور إي أبسو، يعني الهدف من النص الشرحي أو النص التفسيري هو أن الكاتب ما يمدش رأيه في هذا النص. وأخيرا درست أيضا لي سيبستيتو ليكسيكو إي غراماتيكو يعني البدائل الإسمية والنحوية إي لو رابور لوجيك يعني تاع لا كوز إي لا كونسيكونس، راح نشوفوا هذا بالتفصيل. إذن بسم الله، كور نيميرو 1 الدرس الأول راح نتعرفوا على لو تيب دو تكست نوع النص. إذن ركز معي جيدا، نوع النص راح تقرأوا نص واحد اللي هو لو تكست إكسبليكاتيف. إذن لو تكست دو فولغاريزاسيو سيونتيفيك إي تان تكست إكسبليكاتيف كي ا اون فيزي انفورماتيف، يعني النص العلمي لو تكست فولغاريزاسيون سيونتيفيك، هذا هو النص اللي قريته يعني الذي يتحدث على اكتشافات وحوادث واختراعات الى اخره، هو نص شرحي او تفسيري والذي له غرض او هدف اعلامي انفورماتيف. اذا نوع السؤال كيفاش يكون في الموضوع؟ يكون على النحو التالي، يقول لك كالي لو تيب دو سو تكست، يعني ما هو نوع النص، ويطلب منك ايضا جوستيفي فوتر ريبونس، يعني برر اجابتك باستخراج مؤشرين يعني دو زانديس على سبيل المثال. اذا كيفاش نجاوب؟ نجاوب لو تيب دو تكست اي اكسبليكاتيف او بيان اكسبوزيتيف، يعني شرحي ولا تفسيري. لا جوستيفيكاسيون اللي هي لي زانديس المؤشرات، كيفاش نعرف بلي هذا نص شرحي؟ عندي مؤشرات واللي هي لا تورنور امبيرسونيل يعني المنعطف الغير شخصي، راح نتعرفوا عليها بالتفصيل. وايضا عندنا لو تون دومينو اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني في النص تصيب اغلبيه الافعال مصرفين في لو بريزون دو لانديكاتيف. واخيرا اوكون مارك دو سوبجكتيفيتي، ما عندناش اي علامه ذاتيه. واش معناها الذاتيه؟ يعني لوتور اي ابسو ما يمدش رايو، اذا ما نصيبوش الضمائر جو ونو موا مو، هذو ما نصيبوهمش في النص لانه الكاتب ما يمدش رايو في النص الشرحي. اذا هذا فيما يخص السؤال الذي يتكلم عن نوعيه النص. نمر الى الدرس الثاني كور نيميرو 2 اللي راح نتعرفوا فيه على لي بروسيدي إكسبليكاتيف، يعني الأدوات التفسيرية. هنا ركز معي جيدا لأنه راح يكون شوية طويل. إذن لي بروسيدي إكسبليكاتيف إي تان بروسيدي كي بيرمي دو فورمولي اون إكسبليكاسيون كلير، هذه الأدوات التفسيرية هي أدوات تسمح بإعادة صياغة لشرح واضح، يعني نعاود ونشرحوا جملة بشكل واضح. إذن أول أداة هي لا ديفينيسيون يعني التعريف. إذن لا ديفينيسيون دوني لو سونس اكزاكت دان مو، اعطاء معنى دقيق لكلمه، وعاده ما نصيب الافعال اتر ديزيني سينيفي يعني يدل او يميز الى اخره. على سبيل المثال لو سيدا ات اون مالادي كونتاجيوز مورتيل، السيدا هي مرض معدي مميت. مثال اخر لو تيليفون اي تا موايان دو كومونيكاسيون لارجمون يوتيليزي، الهاتف هو وسيله اتصال مستخدمة على نطاق واسع. كما راكم تشوفوا لو فيرب هنايا اتر دائما او عادة ما يدل على لا ديفينيسيون التعريف، رانا عرفنا السيدا وعرفنا الهاتف. اذا هذا سي تان بروسيدي اكسبليكاتيف. دوزيامو عندنا لا فونكسيون اللي هي الوظيفة، بريسيزي لوزاج دو لوبجي يعني يحدد وظيفة الشيء اللي رانا نتكلموا عليه، وعادة ما نستعملوا الافعال اوتيليزي بور سيرفيغ ا permettre de يسمح بي او يستخدم لي او يستعمل من اجل. اذا نعطيه على سبيل المثال لوتوموبيل permet de transporter les gens d'un endroit à un autre، يعني السيارة تسمح لنا بنقل الناس من مكان الى اخر، او لو فيرب permettre
إذا هذه الجملة رانا استعملنا أداة واللي هي الوظيفة لا فونكسيون. دوزيام إكزومبل لا ماشين ا لافي الغسالة سير ا نيتوايي لي فيتمو تستخدم لغسل الملابس. إذا هذه أيضا بروسيدي إكسبليكاتيف اللي هي لا فونكسيون. السؤال كيفاش راح يجي راح نشوفوه في هذا الفيديو. راح يعطي لك يا إما يقول لك خرج لي من النص ان بروسيدي إكسبليكاتيف واعطي لي النوع نتاعها, والله يعطيك جمل ويقول لك سمي لي كل جمله يعني بالنوع نتاعها, يقول لك هذه ديفينيسيون ولا فونكسيون ولا كومباريزون الى اخر. راح نشوفوا هذا بالتفصيل. شوف معايا ثروزيامو راح نشوفوا الاله الثالثه او الاداه الثالثه سي لينوميراسيون يعني التعداد. التعداد وش هو؟ ايتابليغ اون ليست ديليمو يعني يعطينا قائمه بالعناصر, وعاده ما نلقاو دو بوا يعني نقطتين باش نديروا هذا التعداد, ونلقاو ايضا لي تيغي يعني المطا. راح نشوفوا مثال. شوف معايا ما مير ا ابورتي دو بوا يعني لقيت دو بوا معناها امي احضرت لي فروي لي ليغوم فواكه والخضر اي لي ياغورت يعني هذا يسموه تعداد. واش جابت الام؟ جابت قداش من حاجه. اذا هذه يسموها اونوميراسيون. مثال اخر على لي تيغي لالجيري ا دوني ا ليتيراتور فرانكوفون بليزيور اوتور يعني الجزائر اعطت للادب الناطق بالفرنسيه العديد من المؤلفين وهم على سبيل المثال اسيا جبار كاتب ياسين وعندنا محمد ديب. كما راكم تشوف لي تيغي لما نصيب لي تيغي معناها عندي اونوميراسيون يعني تعداد. كاتريامون عندي ليلوستراسيون اللي هو التوضيح. وش هو التوضيح؟ دوني دي زيكزومبل يعطيني امثله ونصيبها بدو بوا نقطتين, ولا نصيب كلمه باغ اكزومبل, ولا نصيب كوم او بيان تلكو. اذا لقيت هذو الكلمات نعرفوا بلي راه يحكي لي على ليلوستراسيون. على سبيل المثال il existe beaucoup de réseaux sociaux يوجد الكثير من الشبكات الاجتماعيه par exemple facebook twitter اعطاني par exemple. اذا هذه الجمله نسميها illustration. مثال اخر les fruits tels que الفواكه مثل les oranges les mandarines sont bénéfiques en hiver يعني البرتقال والمندرين هذو مفيدين لفصل الشتاء. اذا tels que par exemple تعطيني l'illustration. سانكيامون الأداة الخامسة واللي هي لا دينوميناسيون يعني التسمية. وش معنى التسمية؟ يعني نعطي اسم جديد لشيء ما. إذا دوني أن نو ا كيلكو شوز, وعادة ما نصيبوا الأفعال اتر أبولي يعني يدعى, اتر نومي أو يسمى. على سبيل المثال عدي لا تيغ إي أبولي لا بلانيت يعني الأرض تدعى أو تسمى الكوكب. مثال آخر لا فيل دي روز مدينة الورود et la nomination donnée à Blida هي التسمية التي أعطيت إلى البليدة. إذا اي أبولي هنا معناها راني نحكي على دينوميناسيون. سيزيامون الأداة السادسة اللي هي لاناليز التحليل كما تعرفوا. إذا وش هو؟ ديكريغ لي كونستيتيون دان أوبجي يعني هو وصف لمكونات شيء ما, وعادة ما نصيبوا الأفعال سو كومبوزي دو يعني يتكون من, اتر كونستيتيو يعني يتشكل من. إذا على سبيل المثال لو سو كومبوز دو دو موليكول لوكسوجين اي ليدروجين. إذا الماء يتكون من جزئين اللي هو الهيدروجين والاكسجين. مثال اخر نوتخو ليسي يعني ثانويتنا اي كونستيتيوي يعني تتشكل من دان ريفاكتوار يعني مطعم, دان دورتوار يعني مرقد, اي دان بلوك ادمنستراتيف يعني ومجمع اداري. اذا لما نشوف اي كونستيتيوي والله سو كومبوز يعني هنا تحليل, والتحليل ما هو؟ التحليل هو وصف مكونات شيء. نمر الى الاداه السابعه واللي هي لا كاركتيريزاسيون يعني التمييز او التوصيف. اذا وش هو التوصيف؟ سي انديكي لي تري سبيسيفيك دان اوبجي. هنايا رايحين ناشروا الى السمات او الصفات المحدده لهذا الشيء. عاده ما نلقاو لو فيرب افوار, نلقاو اتر, نلقاو سو كومبوز, نلقاو كومبروندر. يعني هنا لازم تركز فيها جيدا هذه لا كاركتيريزاسيون يعني التوصيف. اذا على سبيل المثال لو غان ا لا فورم تيبيك دان اريكو يعني الكليه لها شكل نموذجي للفاصوليا تشبه لحبه الفاصوليا. او مثال اخر لو فوي دو جيرانيوم يعني اوراق شجر هذا النوع يسموه جيرانيوم سون روند دائريه امارج فاستيون يعني مع هامش صدفي. هنا مع اني استعملت لو فيرب افوار ولو فيرب اتر لكن هنا راني نوصف في الشيء, راني نوصف في الاوراق هنايا وراني نوصف في الكليه. اذا هذه يسموها كاركتيريزاسيون. ويتيامو اللي هي لا غوفورمولاسيون هذه اسهل حاجه لانه بين اعاده الصياغه فورمولي دو نوفو
et souvent de manière précise plus claire. يعني صياغة مرة أخرى وبشكل أدق ووضوح ودائما منصبه سيتادير وبيا أوتخوموندي نلقاو سيتادير ولا أوتخوموندي على سبيل المثال ليزوازو نوكتورن العصافير الليلية سيتادير ليزوازو كي فيف لا نوي بمعنى العصافير التي تعيش بالليل أو مثال آخر لو بيترول أو لور نوار يعني البترول أو الذهب الأسود هنا يراها أو معناها هنا إعادة صياغة إذن لو بيترول أو لور نوار البترول أو الذهب الأسود بورسوي ساشوت يتابع سقوطه أو يستمر في الانخفاض الأداة الأخيرة واللي هي لا كومباريزون اللي هي المقارنة هذه أيضا سهلة نعرفوها بأدتين اللي هي إتابليغ لي روسومبلونس إي لي ديفيرونس أونتر دو زوبجي بمعنى إنشاء أوجه الاختلاف أو أوجه التشابه بين شيئين أو دو زيدي أو بين فكرتين وعادة ما نستعمل كوم يعني مثل ولا بلوكو على سبيل المثال لا فيو بلان دون لير كوم أن وازو يعني الطائرة تطير في الهواء مثل عصفور مثال آخر لو غان غوش الكلية اليسرى a une dimension عندها معناها أبعاد plus grande que le rein droit أكثر من الكلية اليمنى الكلية اليسرى أكبر من الكلية اليمنى إذن هذه هي la comparaison أظن أن الفكرة واضحة بالنسبة لهذه الأدوات التفسيرية نمر إلى التمارين حاول أن كل جملة تحبس الفيديو وتشوف وش هي البروسيدي باش تشوف روحك فهمت ولا لا إذن Cette fille est belle comme une fleur. هذه الفتاة جميلة مثل الوردة. إذن هذه وشني؟ إذن بطبيعة الحال comparison لأني لقيت الأداة comme. Deuxième phrase. كما قلت لكم ديما حبس الفيديو وشوف حاول وحدك. إذن ma mère a apporté du marché. أمي أحضرت من السوق بانان, pain et du lait. يعني الموز والخبز والحليب. إذن هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعداد اللي سميناها énumération. Troisième phrase. Tlemcen est une ville connue par ses rues propres. Tlemcen, مدينة معروفة بطرقها النظيفة et sa beauté sublime وجمالها الرائع والخلاب qui attire les touristes والذي يجذب السياح. إذن هنا حذاري لازم تفهم باللي هذه كاركتيريزاسيون يعني توصيف علاش راني نوصف الطرق نتاعها ونوصف في جمال الخلاب لهذه المدينة حذاري أنك تلقى لو فيرب اتر مباشرة تروح دير لي ديفينيسيون تقول لي تعريف لا هنا راني نوصف في الطرق ونوصف في جمال هذه المدينة الجملة الرابعة لا مير اي تان تريزور الأم كنز إذن هذه بطبيعة الحال هي تعريف واللي سميناه ديفينيسيون إذن نشوفوا جمل أخرى باش تتوضح الفكرة أكثر فأكثر لو تيرمومتر اللي هو المحرار إت أن إنسترومون يعني أداة كي سير أ ميزيغي لا تمبيراتور مادام لقينا سير معناها يخدم إذن هنا نحكي على وظيفة إذن نسموها لا فونكسيون الجملة الأخرى لا بالين بلو الحوت الأزرق إي أبولي لوغتور يعني يسمى القاتل مادام إي أبولي يعني هنا راه تسمية إذن نسميها دينوميناسيون الجملة الأخرى un volcan se compose حذاري le verbe se compose البركان يتكون de trois parties من ثلاث أجزاء un réservoir يعني خزان une cheminée يعني مدخنة et un édifice visible une surface بمعنى أنه صرح مرئي على السطح مادام شفت se compose إذن هذه سموها analyse معناها تحليل راني نقول الفولكان منين يتكون إذن هذا عبارة عن تحليل الجملة الأخرى pesant environ 270 غرام يوزن حوالي 270 غرام le cœur القلب à la forme d'une pyramide على شكل هرم dont l'axe est oblique au navo يعني هذا القلب له شكل هرم ومحوره مائل إلى الأمام إذن هذه caractérisation يعني توصيف راني نوصف في القلب نشوفوا جمل أخرى باش تزيد الفكرة تتوضح أكثر فأكثر On débarrasse la peau des bactéries, نخلص الجلد من البكتيريا et des microbes والميكروبات, c'est-à-dire on la lave, بمعنى نغسله. مادام شفت c'est-à-dire هذه يسموها la reformulation, يعني إعادة الصياغة. Il existe plusieurs oiseaux nocturnes, يوجد العديد من العصافير الليلية, par exemple la chauve-souris, الوطواط, لو إيبو اللي هي البومة مادام شفت بار إكزومبل هذه توضيح إذن إلوستراسيون الجملة الأخيرة إل إكزيست دي كونسير دو لابو يوجد العديد من سرطان الجلد اللي هو
عندنا سرطان الجلد، عندنا سرطان المعدة ليستوما، سرطان الثدي اللي هو دو سان، وسرطان الدم اللي هو دو سون. بمعنى راني مادام شفت لي فيرغول ودرت انواع تاع السرطان، اذا هذا تعداد اللي سميناه انوميراسيون. اظن ان الفكره توضحت بشكل جيد. السؤال كيفاش راح يجيك في الفرض ولا في الاختبار؟ يا اما يقول لك استخرج لي جمله تاع فيها بروسيدي اكسبليكاتيف وقول لي النوع نتاعها غوفورميلاسيون ولا ايلوستراسيون، او انه يعطيك ثلاث جمل او اربع جمل ويقول لك اعطيني الانواع تاع البروسيدي كما ردينا في هذا التمرين، او انه يعطيك مثال اخر كما هذه. شوف معايا، يعطيك جدول على النحو التالي ويقول لك ايدونتيفي لو تيب دو بروسيدي اكسبليكاتيف، يعني حدد لي نوع هذه الاداه التفسيريه. اذا اعطاني اربع جمل واعطاني خمسه تاع لي بروسيدي اكسبليكاتيف. اكزامبل المثال، ديفينيسيون اللي هو التعريف، غوفورميلاسيون اعاده صياغه، انوميراسيون تعداد، وكومباريزون مقارنه. هذو لازم تكتبهم عندك باش تشفع عليهم. اذا نبدا نقرا. لو دوس الماء العذب، اي دو لو نو كونتونو براتيكمون با دو سيل، يعني هو ماء لا يحتوي على ملح. اذا هنا راني تعريف، اذا نقولوا ديفينيسيون. دوزيام فراز، اون بو لا تروفي دون لي ريفيير، نقدروا نلقاوه في الانهار، لي فلوف المجاري، لي لاك البحيرات، لي غلاسيي، مي اوسي دون لاغ اي دون لو سول، يعني وين نصيبوا هذا الماء العذب؟ نصيبوا في الانهار، في الوديان، في البحيرات. هنا راني ندير في التعداد، مادام درت لي فيغول وسميت تقريبا نفس الاسماوات، اذا هنا تعداد نسموه انوميراسيون. كوم دي زونغري او دي بيستيسيد، مادام شفت هنا اداه هنايا تاع المثال، كوم مثل لي زونغري وعندنا لي بيستيسيد يعني المبيدات والى اخره، هذا اكزامبل. مادام كوم ولا تيلكو نقولوا اكزامبل. الجمله الاخيره مادام فيها سيتادير مباشره غوفورميلاسيون بدون تفكير، اذا سيتادير كو ليسبيس بوغي ديسباغيت. اذا هذا هو انواع الاسئله راح يطرحكم في الفرض او الاختبار. اذا هذا بالنسبه لهذا الدرس لي بروسيدي اكسبليكاتيف. نمر الى الدرس الثالث اللي هو درس لو بريزون دو لانديكاتيف اي سا فالور، يعني راح نهضروا على زمن الحاضر والاستخدامات تاعو سا فالور. اذا شوف معايا جيدا، درس سهل جدا، فقط ركز جيدا. اذا لو بريزون دو لانديكاتيف اكسبريم دي فالور ديفيرون سولون لو كونتكست، يعني هذا الحاضر يعبر عن كثير من الاستخدامات حسب المعنى. واش عندي الاستخدامات؟ عندي اربع استخدامات، هذو يستعملوهم بزاف، كاينين هو عنده بزاف، لكن هذو ربعه هما الاكثر. عندنا دو ناغاسيو يعني القصصي، الحاضر القصصي، وعندنا لو بريزون دينونسياسيو يعني الحاضر النطقي اللي نتكلم فيه كما دوك راني نشرح في الدرس هذا، هذا يسموه بريزون دينونسياسيو. اما بريزون دو ناغاسيو هو بريزون تاع نحكي على قصص قديمه او قصص تاع حكايات ونعبر عليها بالحاضر. عندي ايضا لو بريزون دابيتود، حاجه تاع عاده ديما تصرى كل يوم النضع السبعة، اذا نستعمل لو بريزون دابيتود. وعندي هذا هو لو بريزون دو فيغيتي جينيرال، هذا هو الاغلبيه اللي تستعملوه في النصوص العلميه اللي راكم تقراو فيها، دو فيغيتي جينيرال يعني تاع الحقيقه العامه. الاسئله كيف راح تكون في الفرض ولا الاختبار؟ يقول لك كالي لو تون دومينون دون لو تيكست، ما هو الزمن الغالب في هذا النص؟ كالي سا فالور. الاجابه عاده ما تكون على النحو التالي، لو تون دومينون دون لو تيكست اي لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني الزمن الغالب في هذا النص هو لو بريزون دو لانديكاتيف. لا فالور تاعو قلنا دائما ما تكون فيغيتي جينيرال، حقيقه عامه، لانه يحكي لك على اختراعات ولا اكتشافات ولا حقائق عامه يعني. سا فالور لو بريزون دو فيغيتي جينيرال. مثال اخر او صياغه اخرى للسؤال يقول لك كالي لو تون دومينون دون لو تيكست جوستيفي سون امبلوا، يعني برر لي الاستعمال تاعو، علاش استعملنا؟ اذا الاجابه تاعنا نقولوا سي لو تون كي سير ا بريزونتي اي اكسبليكي، يعني هو الزمن اللي يخدمنا باش نقدمو او ان نشرحو. اذا هذه هي نوعيه الاسئله في الفروض ولا الاختبارات. نمر الى الدرس تاعنا عادي. شوف معايا، عندنا لو بريزون دو ناغاسيو يعني الحاضر القصصي، الي يوتيليزي دون ان ريسي او باسي، يستعمل في القصص التي جرت في الماضي. il sert à rendre une scène plus vivante، علاش نستعملوه؟ يستعمل لارجاع مشهد اكثر حيويه، يعني عاود يحيي المشهد من جديد. اكزامبل سودا، فجاه لو برنس سور سون ايبي، الامير اخرج سيفه. اذا هذه عباره عن قصه، استعملنا لو بريزون علاش؟ بنعاود نحييو هذه القصه.
Deuxièmement, le présent d'énonciation. هذا le présent d'énonciation. وش هو؟ هو الزمن تاع الحاضر اللي نتكلم فيه الآن. النطق. Il exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. يعني يعبر عن حدث أو فعل في اللحظة التي نتحدث فيها. على سبيل المثال شوف معايا le professeur explique la leçon. أنا وش راني ندير؟ راني نشرح في الدرس. إذن هذا يسموه présent d'énonciation. Mon stylo tombe sous la table. يعني قلمي سقط تحت الطاولة. إذن هذا présent d'énonciation. ما هيش قصة نحكي عليها. لو كان جات قصة كما الأمير سل سيفه أو أخرج سيفه هذه يسموها présent de narration. لازم تفرق بيناتهم. Présent de narration. Présent d'énonciation. لازم تفرق بيناتهم. عندنا présent الآخر اللي هو présent d'habitude اللي هو زمن الحاضر تاع العادة. إذن il exprime un fait qui se répète. يعبر عن حدث دائما ما يعاد يعني ديما يتعاود une habitude على سبيل المثال tous les jours كل يوم je déjeune chez ma grand-mère يعني نروح نتغدى عند جداتي اذا مادام tous les jours يعني هذه عاده اذا نستعملوا le présent d'habitude exemple Ali finit les cours علي هذا انهى دروسه tous les jours à 16h يعني ينهي دروسه كل يوم على الساعه الرابعه اذا هذا نسموه présent d'habitude نمر إلى الحالة الأخيرة اللي هو présent de vérité générale يعني حاضر الحقيقة العامة il exprime un fait qui est toujours vrai يعبر عن حدث أو شيء دائما ما يكون صحيح في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل qui n'est pas lié à un moment précis والذي لا يرتبط بلحظة محددة على سبيل المثال نستعملوه في les proverbes يعني في الحكم moral في الدروس المستنبطة من القصص أو text scientifique أو في النصوص العلمية اللي راكم تدرسوا فيها في هذه السنة إذن إكزامبل عدي لا تير تورن أوتور دو سولي يعني الأرض تدور حول الشمس من بكري الأرض راه تدور حول الشمس والآن راه تدور وفي المستقبل راه تدور يعني مش راح تتغير هذه يسموه فيغيتي جينيرال لا كابيتال دو مالي عاصمة مالي إي باماكو هي باماكو مش معناها في المستقبل راح تكون بليدة مستحيل إذن هذا هو لو فيغيتي جينيرال إكزارسيس indique la valeur des présents suivants يعني بيّن لي قيمة أو استخدام الحاضر في الجمل التالية إذن كما طلبت منكم قبل قليل أنه كل جملة تحبس الفيديو وتحاول تجاوب روحك إذن tu viens avec nous au concert dimanche هل ستأتي معنا إلى الحفلة يوم الأحد الجملة الثانية le tabac nuit gravement à la santé يعني التبغ يضر جدا بالصحة الجملة الثالثة le dimanche يوم الأحد je me lève à 11h يعني هذه عادة فيه أنه نهار الأحد ينوض على 11 الجملة الرابعة je t'écris pour te dire que nous partons au Japon كتبت لك لكي أقول لك بأننا سنذهب إلى اليابان إذن هذه الجمل حاول أنك تجاوب عليهم وحدك إذن الجملة الأولى هل ستأتي معنا إلى الحفلة يوم الأحد؟ إذن هذه présent énonciation يعني هنا راني نحكي معه le tabac nuit gravement à la santé هذا حقيقة عامة يسموها vérité générale لأنه التبغ يضر بالصحة le dimanche يوم الأحد ينوض على 11 إذن هذه عادة يسموها présent habitude j'ai écrit إذن هذا présent énonciation راني كتبت لك باش نقول لك رانا رايحين لليابان إذن هذه présent énonciation نشوفوا جمل أخرى باش تزيد توضح الفكرة أكثر le chien est le meilleur ami de l'homme الكلب هو أحسن صديق للإنسان إذا بطبيعة الحال هذه راهي باينة. En 1958 j'ai 4 ans et je joue encore avec mon voisin. إذا في عام 1958 عندي 4 سنين ونلعب مع جاري. الجملة الثالثة je ne retrouve plus mes clés. لم أجد مفاتيحي. الجملة الأخرى le chevalier arrive rapidement devant le château du roi. الفارس هذا جاء بسرعة أمام القصر تاع الملك الجملة الأخيرة tous les soirs كل مساء elle lit un peu avant de s'endormir يعني تقرأ قليلا قبل النوم إذن الجملة راها واضحة إذن هذه le chien est le meilleur ami الكلب هو صديق إذن حقيقة عامة سموها vérité générale présent de vérité générale en 1958 يعني هذا عبارة عن قصة إذن سموه présent de narration قصصي Je ne trouve plus mes clés. لم أجد مفاتيحي. إذن هذا عبارة عن تعبير حدثي. يسموه présent énonciation. Le chevalier arrive rapidement. الفارس وصل إلى أبواب قصر الملك. إذن هذا présent narration قصصي أيضا. وهنا يا مدام tous les soirs. إذن يسموه présent habitude. يعني تاع
العادة. إذن هذا فيما يخص le présent et sa valeur. نمر إلى الدرس الرابع اللي هو la tournure impersonnelle. هذا نشوفوه في الجزء الثاني لهذه المراجعة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسون من خالص دعائكم. سلام.